السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الشباب، يا مرحبا ويا مسهلا. رجعنا للعبة Rise of Kingdoms. طيب، بكل بساطة بتقولون ليش؟ طيب، عندي أصدقاء يعني شخصيين لي يعني في حياتي الواقعية دخلوا هذه اللعبة بسببي ودعسوا فيها دعس يعني، وعندي جروب لهم يعني خاص يسولفون كل يوم عنها وش اللي صار وش المستجدات، فكأني موجود معهم لكن أنا حذف اللعبة لي شهرين وشي، تمام؟ ومع مطالبات الشباب اللي باليوتيوب اللي هم أنتم أنه أرجع أعطها فرصة غطي، فعلا أنا ما لقيت أي لعبة تشبه Rise of Kingdoms كنمط لعب. يعني في ناس يقولون غطي انتقام السلاطين Lord of Mobiles، هذه اللعبة هذه والله ناسي ايش اسمها بالضبط، لكن في ألعاب شبيهة، لكن مستحيل يعني أحد يضاهي Rise of Kingdoms يعني كنمط لعب. هذا واحد. اثنين، قالوا عطها فرصة وفعلا دخلوا أشياء جديدة أنا صراحة منبهر، يعني زي هذه بلاك سميث اللي هي الحداد. إلى الآن ما فهمت الفكرة بشكل كامل، لكن اللي أعرفه أنه تشكل أسلحة أو عتاد وتلبس القادة هذا العتاد، هذا اللي فهمته مبدئيا، لكن يبغالي أتعمق أكثر فيه. طيب فهد، يعني أنت رجعت الآن، وش اللي راح تغطيه؟ ممتاز. مبدئيا أنا غيرت اسمي زي ما تلاحظون مؤقتا، هذا الاسم شادو مؤقتا، برجع فهد سنسي نفس ما كنت، لكن هذا تمويه لأني أنا عندي خطة معينة، ما علينا، بعدين بعلمكم ليش. برجع أغطي، لكن هالمرة بتكون عن الأحداث، زي مثلا حدث الحاكم الأعظم The Mightiest Governor. لحظة، ايه هو الحاكم الأعظم، ايوه. وعندنا الأوسايرس أو أوزوريوس مثل ما يسميه البعض، هذا يبغى له شرح ونطول فيه، يعني راح نتكلم عنه بشكل بالتفصيل الممل على ما قالوا. ممتاز، فحبيت أني أعلن أني رجعت للعبة، وطبعا فيفا بتكون نفس ما هي، راح أنزل عن فيفا، مستمر يعني أنا بفيفا ما قطعتها أبد، وفي لعبة ثانية بضيفها لكن الأسبوع الجاي بإذن الله، كل شيء بوقته زين والحمد لله على كل حال. والحمد لله أن أصلا ما حد هاجم القرية القلعة عفوا. ولحظة هذي نشوف، أوكي شكرا على الاستقبال اللطيف، بس هذا اللي كان عندي اليوم، ترقبوا الجديد، بس حبيت أني أعلن عن العودة. يعطيكم العافية على الدعم والمشاهدة، نراكم على خير، في أمان الله.